شحوالكم ان شاء الله تكونوا بالف خير ونعمه الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عسلامتكم ومرحبا بكم بحضايا في فيديو جديد. برشا 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 تعليقات جاتني ومسجات جاتني قالوا لي علاش كذا مش داركم ما تصورش معنا فيديو، ما توحشنا اللمه في داركم ووكر الروتين اللي تعملونه من الصباح لليل. والله ملي حالة ما قال يدخل خلي يتفرج في الروتينات عندهم هما، انا كل يوم يهبطوا لكم. وانا قلت علاش باش نقعد نعمل في تكرار ونحرق لهم في فيديوهاتهم كل، قلت خلي متابعينا اللي عندي الكل يتفرجوا في قناه ما على روتينات خاصه بهم. اصور معاكم خاطر باش ندخل انا نحضر لوازم العشويه كلهم شاهين. تعرفوا كي الطقس يبدا هيك بارد شويه الشهوات تكثر وربي تستر، والواحد مازال عنده كل الزياده بتاع الحاجه الصحي كمل عليه تو شتي حاسين ربي تستر كام. شاهينه كل البنبلوني على الاخر بالوني، فهم شكون يسميهم شيشي حاسين بنبلوني كل واحد باش يسميه. اليوم باش نعملوهم، شاركتها معاكم من الطريقه وباش نعاود نشاركها معاكم اليوم. وش نعملو كيك معلق هو كيك خممنا نادين عندها الكيك، واني جبت ماكل الكيك الجاتو اللي عملته معاكم البارح، وعنا الدبلة وعنا المقروط قينا احسن حاجة ان نعملو بالون معناه ما هو نعملو حاجة ربي نادين حقا مدام الذكرى الكيك وضعي بتاع بي تي اس مين شريته الناس الكل يا بي تي اس مين شريته بربي قلنا مين شريته من البلاد العربي بي 30 شريت في العيد وقتها في العيد بالحق. اليوم مشينا للسوق لحد ولقينا تريكو تاع البي تي اس والراكوتات وقال البي تي اس هكا عمت والله والله عمتك خمسة متاع الصباح فزينا من الاربعة متاع الصباح ومشينا خمسة ونص هكاك الستة كنا غاديكا الستة راهو العبيد تغلي غادي وكا هو خبينا وما ما شاء الله ما ناقضينا قضيتنا الكل فما حاجاتك ناقصين وتو لحد الجاي نرجع خاطر اني عندي الصغاري معايا لبسات ناقصين حاسيلو من بعد ما نكملوا نحضروا تو البنبلوني بتاعنا نمشيو نقعدوا ناديكم نادين باش تصور لكم فيديو في قناتها على المشتريات اللي خديناهم مع بكري ومنهم تريكو ونسوان وتعرفوا منين خديناهم بالضبط. اي تو نمشيو نشوفوا البنبلوني كيفاش باش نخدموه. انا ديجا خدمتها راني بس حبيت نعمل بالنسبه للعجينه نتاع البنبلوني عندي 500 جرام فارينة عليهم مغرفة خميرة مرطبات ومغرفة خميرة فورية مغرفة سكر وبالطبيعة نصب شوية مي دافي على الخميرة باش تتحل. باش نزيد توا كعب عظم شوية ملح وباش نعجنهم الكل بالماء الدافي. باش نحط 3 مغارف زيت نباتي كيف ما قلت لكم يتعجنوا الكل بالماء الدافي. بالنسبه للعجينه هذه لازمها تكون طريه برشا ما تتلصق في اليدين، من بعد كي تخمر راهي تتبدل شويه وتشرب الماء بتاعها. اما من الاول كي نخدمها جاريه كما قاعدين تشوفوا فيها، اني من الاول حسيتها جاريه برشا مشيت زدتها شويه فرينه شويه بديت نزيد ونعاود باش كنا نتحصل على العجينه تولي هيك تحسوها مش جاريه. شفتوا هذه هيك مازالت جاري لهني هيك شوفوا تتحلك لازمها تتماسك شويه اما تقعد طريه. مشيت باش نجيب لها شويه فرينه اخرى نبدا نزيد بشويه بشويه ما نحبش نردها يابسه كيما عجينه المعجنات، لا لازمها تكون طريه. خدمتها معاكم الطريقه هذه قبل اني واخت راجلي ومن وقتها من الوقت اللي عملتها وعجبتني هيك وليت ديما نعملها كان بالطريقه هذه نعملها ساعات الصباح بكري. وخدمت بها زيت الفريكاسي صورت معاكم فيديو وقت اللي عملنا بها الفريكاسي زادة ناجحه على الاخر وسهله ما غير ما تقعدوا تعملوا بالقوالب وكل هرجه اللي نعملوها وقت اللي نعمل فريكاسي هذه بصراحه سهله على الاخر وفي ساعه ما تكمل العجينه وتقليها. شفتوا العجينه كيف نيه بعد ما خدمتها ولات شاده روحها شويه وماهيش يابسه. ماما لازم تتخدم مليح تعجنوها مليح
حطيت عليها من فوق شوية زيت باش ما تعملش شكل قشرة هذيك تبدا اليابسة، وغطيتها، وبعد باش نرجع لها بعد ساعة. بطبيعة اني حاسة في الكوجينة، قلت خلينا نعملها ترتيبة صغيرة. ديما في كل فيديو نقول لكم اللي كل ما نمشي لدارنا لازم باش نحي الماك اللي فوق الوجقات، اما المره هذه الحقيقه ما تلهيتش برشا ما بين التصوير وكل، ما كملت شكل الكوان هذاك، ما كملتوش، عملت كان البارتيات هكما وكهو. ديما اني نحي يعني وقتي نقول اني احنا نحي، وما التفشي اللي فوق الوجقات يرجع ما عادش كيفاش يرجع، ما فهمتش، ما غير ما الواحد يشعر يرجعه. واني منعرفش علاش نحب كوجين دارنا ديما فوق الرخامات، ماذا بيا ما فما حتى شيء، حتى شيء كحاجات نتاع ديكور وكهو. ماما تحب حاجتها ديما ظاهره. كوهي الكوجين راهو منظفه ونظيفه، اختي خلصت الماعون وركحتها من الفطور، واني قلت لهم خلينا نحضر لكم لوازم العشويه. وعندنا الجاتو، وعندنا الدبلة، وعندنا برشا حاجات، ونعرفش شتينا هيك كنت باش نعمل كعبة كيك، وبعد قلنا لا خلينا نبدلوا شوية المرة هذية نعملوا الفطاير. وعندهم قديش اخواتي يقولوا لي اعملوا هي اعمل هيلنا، خاصة كيف نمشوا البحر، ديما في البحر تلقى كذي بيع وديك نقولوا لها شي صيف كامل، ساعات نشري وساعات ما نشريوش، والحقيقة غالية شوية يعني نستغلها. الكعبة 700 نحسها ما تتكلف الجملة، يعني كيلو فارينة ما شاء الله ينحيل لك كمية باهية على الاخر، بالرغم اللي اني عملت 500 جرام، او تشوفوا ما شاء الله قداش باش نحيل. هذه هيك العجينة بعد ساعة ملي عجنتها. بالنسبه للتشكيل سهل على الاخر، ناخد الكعبوره بتاع العجينه نبسطها شويه على يدي ونحلها في الوسط، نحاول لك نرهفها شويه، راهي من بعد كي تتحط في الزيت بتاع القليان راهي تتنفخ، حاولوا انكم ما تخليوهاش، اعملوها رهيفه شويه، معناها اني يعني نتسمى ما رهفتش كما العاده. هي كي تتحط على قد ما تكونك خامرة ومعجونة مليح على قد ما تتنفخ معاكم في القليان، ونحس هذه أسهل خطر قبل ديما نعملها، كنت نعملها نبيتها قبل نعجنها ونبيتها ليلة ومن غدوة نقلها، ساعات تجيني باهية ساعات تجيني يابسة كل مرة كيفاش نعملها. اما العجينه هذه منعش نحسها محلاها وناش عرفته ناجحه 100%، ما نعرفش اذا هي تولي احسن من هكا كي تبات ولا لي، اما كطريقه هذه في ساعه تخمير ناجحه. كونادين جات تقلي واني نشكل. من الاول كنت باش نخلي لكم بالصوت، قلت خلي تعيشوا معايا الاجواء كامله في الكوجينه، وديما كي نحي الصوت والا نزرب في اي فيديو متاع خرجه برشا يقولوا لي علاش تزرب، علاش خلينا نعيشوا معاكم تقولش عليكم بحذينا، اما من بعد والله العظيم بدي احس ياسر يقلق على الاخر، ماني واحده من الناس كي نحب نتفرج في فيديو ماذا بيا ما فماش حس، ماذا بيا تسجيل ماذا بيا تسجيل صوت وكهو. والواحد والله العظيم محلاه هيك تبدا عندك، قاعدين نحكي واني واختي ديجا قلت لها محلاه الواحد كي يبدا هيك بحذاه حد في الكوجينه ما يحسش بالحاجه جمله، والله كي نعملها في داري يعني نحس نعرفش نحس روحي تعبت، نحس روحي عملت حاجه كبيره، اما كي تبدا مثال مع اختك ولا امك في الكوجينه والله العظيم لا تحس الحاجه بالكل، واحد يقلي واحد يشكل، مثال كان عملنا فريكاسيرة وفما شكون يعمر فيهم بالهريسة والتن وكل، ما تحسش الحاجة جملة، مش عارفة شبيني ما عارفش نحكي حرف الساهر وبعليه حسيلهم محلية العينة في الكوجينة.
وتوا دنيا عاد بردت الفطاير هذوما محليهم في الصباح، في الصباح بكري يبداو مقليين سخان مع قهيوة وقال لك كويسة حليب، تحس هذه الفطاير تخرج على قهيوة مش حليب، مع هكا قهيوة وتقى هكا الطقس بارد والمطر تصب كما نتوقع المطر. ما شاء الله اليوم خيرات ربي، ما شاء الله ما شاء الله، مستمتع بالمونتاج ضي واني على صوت المطر. طيب من داخل، طيب من ديك ما شاء الله. تجمع بطبيعة تعملوه كبير وكل ها. تبت بالعين وبرا مش طوع السكر شبيه ها؟ مش طوع السكر اللي يعرفوه رم يقولوا ازرع هذا يقلب سكر ليكو محلوها عجبوني قلوا بلوجك اكل اول مرة اشوفه منك معلها ومدينا سحفة سكر عزيزة للوحايس سكر ما اسمعني سوسمات في حطيتهم بلوس حس ما يهونوش عليك باش تحطهم في ال في استعملوا والله نقضي ولهني قاعدة تحضر ماما صغيراتنا حطيناها كيكره وهذه قهوه كافيتير حبينا نذوقها مش القهوه عربي هذه، هذه الدبله في كل فيديو تطلع معايا الدبله حاصل تشارك اكثر مني. هذوما البنبلوني كما وريتهم لكم حاصل بنين على الاخر، وانتم هاك هاكا تتحكموا في الشكل بالسكر فمش كوني كي غطسه في السكر بتبيع لكن نتاع القلوب يكره هكا ما تحب بالسكر ها نحب بالسكر عايشة وما قدامنا باش بعد ما نقعدوش نمشي ونجي ما انا من حاجه الرواق قبل ما قبل ما كناش نعرفو كنا بالحاجه بالحاجه نجيبو وتو اللي هكا نعملها كل فرد ضربه لما صاب جيتو معانا والله يا ننويلكم ان شاء الله الكل ناوني لكم فيم فيم معانا باش نكملوا قعدتنا وباش نصوروا معاكم فيديو اخر كملة القعده نتاعنا تراوها في قناه ما ونادين اسم قناتكم روتين ام تونسيه وبنات روتين ام تونسيه نرحبوا نخليكم
وصلتونا هيك ووصلتوا بنيتي وربي معاكم ان شاء الله ومعانا ان شاء الله امين وان شاء الله نقعدوا ديما صحيبات وحبيبات هيك بسم الله لا نخمم فيها كل يوم قلت اليوم والله تعرف حد اللي خمم فيها كي شنجي قلت البارح شنو عملت ولا شويه زاد قلت نمشي نقضي وشوية نمشي نقضي كاسك هاي تو نمشيو الفيديو المشتريات في قناة ما على خير.